ورجعنا لكم من جديد مشاهدينا مع أولى اتصالاتنا، حيتحدث فيه عن مجموعة الفن والإبداع الثقافي بمكة المكرمة تحت مظلة الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون. أقامت مجموعة الفن والإبداع والثقافة بمكة معسكر ثقافي للاهتمام بالشباب. أكيد معنا عبر الهاتف الأستاذ يوسف عبد الحليم، مخرج ومؤسس مجموعة الفن والإبداع الثقافي بمكة. يا رسالة فيك أستاذ يوسف. أهلا وسهلا بكم. هلا وسهلا. أشكر هذه القناة وأشكر طاقم العمل لإتاحة الفرصة لي لأتحدث عن مجموعة الفن والإبداع الثقافية بمكة المكرمة. أكيد نحن نشكرك ونشكر تواصلك معنا. الله يخليك. وفي الحقيقة طبعا مجموعة الفن والإبداع تحت مظلة الجمعية كما تفضلتي، وفي نفس الوقت هم أصلا فكرة مجموعة الفن والإبداع هم مجموعة من الشباب أصحاب فرق سابقة للمسرحية وأصحاب خبرة على مدى 20 سنة. طبعا نحن اول ما بدأنا في موضوع هذا المجموعة الفنية عملنا دورة تثقيفية اعداد ممثل ببيت الشباب تحت شرف بيت الشباب. وطبعا انا اشكر الاستاذ ابراهيم الناشري، الاستاذ ابراهيم الناشري اللي اتاح لنا الفرصة لإقامة معسكر لمدة 3 أيام فيما يخص إعداد ممثل اللي هي الدورة. وشاركنا في هذه الدورة مجموعة من الإخوة اللي انضموا تحت مجموعة الفن والإبداع، منهم الأستاذ سعود المسعود المخرج البحريني، وأيضا الأستاذ عبد المساء البيزي، وطبعا بما فيهم أنا قمت بإلقاء المحاضرة العملية عن المسرح للشباب. وشاركنا ايضا الموسيقار الاستاذ حمزه بصلوي فيما يخص الموسيقى التصويريه للمسرح، ولله الحمد اجتزنا هذه الدوره. ومن ثم ايضا عملنا نحن يعني عملنا قناه خاصه بنا في اليوتيوب اللي ارشفت جميع اعمالنا الفنيه. وطبعا هي مجموعه الفن ما هي مختصة بس بالمسرح، من مختلف جميع الفنون، الفنون المسرحية والتلفزيونية والفيلم والسينما. فطبعا نحن بنحاول ان نسعى انه نحن ننفذ هذه اعمالنا بقدر المستطاع من اصحاب الخبرة واصحاب الفرق. ما شاء الله تبارك الله. الله يعطيكم العافية. أستاذ يوسف، قديش إقبال الشباب؟ يعني ما شاء الله الشباب في هذه الأيام أو في هذا العصر تحس عندهم اندفاع وعندهم إقبال على المشاركات وعلى إثبات الذات وعلى أنهم يكون لهم بصمة في هذه الأيام. حابين نعرف قديش إقبال الشباب على هذه المجموعة. والله طبعا ما شاء الله الحد يعني إقبال كبير جميل. ونحن أنا طبعا لم أكن أتصور انه عدد كبير ينضم تحت اطار مجموعه الفن والابداع. طبعا الاستاذ هشام زاهد اللي هو الان يعد رئيس هذه المجموعه، وطبعا افادني انه عدد كبير انضموا داخل هذه المجموعه. طبعا فنان تشكيلي، وفي اللي مختص بالمونتاج، وفي اللي مختص بالتصوير الفوتوغرافي، مختص بتصوير الفيديو وغير التمثيل والامور المكياج. ما شاء الله. طبعا عدد كبير لم اتوقع انضمامهم لهذه المجموعه. فطبعا تفاجات بالتحاقهم بالدوره عدد 20 شخص، وكانت هذه الدوره طبعا في وقت غير مناسب، يعني بعد انتهاء فتره الحج توالوا هذول الشباب الى هذه الدوره، ولم اتوقع حضورهم. وتعرف اهل مكه دائما يكونوا مشغولين بخدمه حجاج بيت الله. صحيح صحيح ما شاء الله. لكن رغم ذلك ففي منهم اللي استاذن لغايه معسكر لمده 3 أيام، يعني ما في مغادره من الموقع، يعني ما شاء الله ليل ونهار. ما شاء الله. الشيء اللي اسند على صدري انه الشباب متفائلين ومختلفين في المجال. اكيد شكر لله. اكيد كل الشكر لك استاذ يوسف على مشاركتك معنا وعلى القيام على هذه الجمعيه المتميزه. شكرا لك مره ثانيه استاذ يوسف عبد الحليم، مخرج ومؤسس مجموعه الفن والابداع والثقافه بمكه المكرمه. شكرا لك. اكيد نشكرك، يعطيك الف عافيه. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير نستكمل فيه فقراتنا، وهنستضيف أكيد دكتورتنا بعد هذا الفاصل الحديث عن هذا المجال وهذا الإبداع اللي وصلت له.